مرحبا، يعطيكم بالعافيه واهلا وسهلا فيكم في تحليل لبلاك ميرور. احنا في السيزن الرابع الحلقه الثالثه، هاي الحلقه اسمها كروكودايل التمساح. قصه بكونوا هذا وصديقته ماشيين على الهاي واي في الجبال، بقتلوا واحد، بيعملوا حادث بقتلوه، فبتخلصوا من الجثه. بعد فتره خلص بروح كل واحد لحاله، السيده هاي بتتجوز بصير عندها اولاد وهو بصير عنده حياته. لكن بعد فترة، هاي بعد عمر، بعد فترة بتصير هي شي سكسسفول وعندها بزنس وعندها حياتها. بيجي عليها صديقها هذا القديم وبحكي لها أنا ذنبي بأنبني ولازم أروح أعترف. تقول له إيش أنت مجنون، هذا حكي له 10 سنين ومرت عليه، مين بده يحكي معك؟ خلص. المهم بقول لها لا أنا خلص لازم أعترف. فبتروح بتقتله في غرفة الهوتيل اللي بتكون موجودة فيه في المدينة هاي، جاي على كونفرنس. المهم بتحاول تتخلص من الجثة، بتتخلص من الجثة وبتقتل، بتودي الجثة، لكن بالصدفة بتكون هي هاي برايفت انفستيجيتور، بتكون شركة عندها تكنولوجيا بتقدر تطلع على الميموري اللي موجودة في دماغك وبتاخذ الشغلات المهمة. فهاي البرايفت انفستيجيتورز بتكون عم بتحاول انها تساعد شركة تأمين بحادث صار مع سيارة درايفلس، بدون سواق، مع بقى بتبيع بوزة، مع واحد بكون ماشي بالشارع فبتضربه هاي السيارة وبيموت. فهي بدها تساعد شركة التأمين وتحلل انه الغلط من الشخص هذا او من سيارة الدرايفلس. طبعا هون الديبيت، فبتصير تدور على الأشخاص اللي شافوا الحادثة. طبعا بتبدأ من شخصية، بعدين بتروح على شخصية تانية، بعدين بتشوف مثلا انه هاي الشخصية لمحت شخصية تانية، بتطلع من الشباك تبعها على الحادث. فبدأت تحاول انها تجيب الحادث كله من جميع النواحي. بتروح على الأشخاص زي ما انتم شايفين، عندها جهاز زي تلفزيون صغير بورجيها كل إشي في هذيك الفترة. طبعا في شغلات بتكون داخلة في الميموري، هي بتوعد الناس انه انا بس بدي الانفستيجيشن تبعت الحالة هاي. فبتحط له جهاز صغير جنب الاذن، وهذا بيخترق العقل الدا باطني وبرجع الذاكرة وبعرضها زي شريط فيديو. قصة حلوة، لكن شوي 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 طبعا بتوصل هاي الشريط الصغير زي ما انتم شايفينه اللي على الراس، العلبة الصغيرة هاي، اخر شيء من شخص لشخص لشخص بتوصل للسيدة اللي قتلت صديقها، وهي كانت بالصدفة بتطلع من الشباك. بتروح عليها طبعا، بتحط لها الجهاز، بتوافق انها تحط لها الجهاز، بس هي بتحط لها الجهاز عرفت انه هي راح تشوف عملية جريمة القتل. فبتروح بتربطها وبتقتلها. فيعني بورجيك انه كيف القتل بوصل لحالات اكثر. هي بتوعدها في هذه الحلقة انه مش هتحكي انه انا جاي عشان شغلة، انت حياتك وامورك الخاصة هاي الك، بتقول لها كيف انا بدي اضمن هذا الشيء. فبتقتلها وبتصير يعني هي قاتلة ومجرمة بس عشان تخلي حياتها مستمرة. يعني القتل بصير سلسلة في حياتها. طبعا القصة يعني قصة جميلة هيك، إلها أبعاد، إنه القتل أو الكذب نهايته يؤدي إلى مشاكل أكبر. لكن في التكنولوجيا بدنا نحكي فيها هون، يعني بدنا نحلل إحنا التكنولوجيا أكثر من القصة. التكنولوجيا إنه هل بيستطيع البرايفت انفستيجيتورز، احنا حكينا في حلقه سابقه انه بيقدروا ياخذوا خزعه من الدماغ ويدخلوا جوا الدماغ ويتكلموا مع العقل الباطني، لكن هون بدون ما ياخذوا اي شيء بس بتحط هذا الجهاز بتقدر ترجع المومنت بالضبط اللي كنت انت فيه وترجعه في فيديو وتشوف كل الديتيلز اللي بدك اياها بطريقه سهله وسلسه. هل انتم مؤيدين لشيء زي هذا ام ضد؟ اكتبوا لي في التعليقات. زي ما حددتوا الحلقات الماضية والحلقات القادمة احضروها، اكيد رح تستفيدوا، واعملوا سبسكرايب للقناة وانشروا المقطع. وشكرا لكم وسلام للجميع.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل